نقلب الصفحة بعد كل فوز نقلب الصفحة. طب ما تخلينا نفرح بالصفحة شوية. ده هو الصح ان انا افرح في نفس اليوم اللي انا كسبت فيه وفي نفس الوقت بقلب الصفحة لان انا عندي ماتش كمان يومين ثلاثة ماتش. ما بنلحقش والله فعلا. ما هو الطبيعي ان يعني نفرح الفرحة الكبيرة بقى اللي هو نحتفل فيها ان شاء الله لما نادي الاهلي ياخد بطولة او ياخد مركز كويس ومنتخب مصر كمان بعديها في بطولة ثانية يقول لك اقلب الصفحة. ما هو طبيعي لازم كل ما نيجي نسمع زغروطة حلوة يقول لك اقلب الصفحة. ده طبيعي ان قدر اللعيبه وقدر قدرنا احنا في تاريخ النادي الاهلي ان احنا النادي الاهلي بيلعب على المكسب دايما بيلعب على مسؤوليه وضغط كبير قوي. طبعا حاجه مش سهله مش كل الناس حتى نفسيا تعرف تستوعبها وتعرف تتعايش وتتاقلم معاها. فكره الضغوط الجماهيريه والضغوط من الجهاز الفني يعني حدوته برضه وضغوطات بدنيه كمان. انت بتلعب لقاء بيبقى عليك ضغط عصبي وفي نفس الوقت بتبذل مجهود كبير جدا ما تلحقش تعمل استشفاء. الماتش اللي بعديه بيومين ثلاثه البطوله اللي بعديه بتبقى 10 ايام. النادي الاهلي كان بيلعب في بطوله الرابطه سافر في نفس اللحظه وقبل كده كنا بنلعب في الدوري العام ايام الجيل بتاعنا ما كنا بنلعب كنا اخر لقاء مره كان محله مخلصينه الساعه 9 بالليل الطياره كانت الساعه 5 الفجر فما لحقناش ان احنا نعمل حاجه وسافرنا 14 ساعه اليابان. فطبيعي ان ده قدر اللعيبه اللي موجوده ان هم بيمثلوا النادي الاهلي نادي كبير فلازم يبقى فيه تضحيات ان انت النهارده تلعب دايما على المكسب لازم تفرح جمهورك العظيم اللي بيبقى معاك. جمهور النادي الاهلي كبير جدا في انحاء العالم كله اللعيبه بتلعب كل 3 4 ايام ماتش فانت خلاص انت يومين وهتلعب. منتخب مصر كان بيلعب الخميس صحيح النهارده هيلعب يومين وبيلعب فاينل 120 و120 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 في نفس الوقت انت داخل على فاينل فقدر اللعيبه كده. خلي بالك انت عندك لعيبه المنتخب 10 منهم في النادي الاهلي ولا 7 وعندك 6 7 من الزمالك يعني عندك انت لعيبه كتيره برضو بتكافح وكده لكن طبعا. انا بتكلم على النادي الاهلي بصفه خاصه. النادي الاهلي لعبته لازم انك انت بتلعب سواء كسبت او خسرت الصفحه بتنتهي وتخش بقى على الطموح الجديد وعلى البطوله الجديده فده طبيعي يعني في